الأولوية للحدث ولقاء وزير التجارة يشرف على لقاء وطني مع إطارات وزارة التجارة نتابع. كل بوظيفته، أبنائنا وإخواننا الصحافة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نلتقي مرة أخرى في نفس القاعة، في نفس المدرج المرة الثانية، وهذه ستصبح إن شاء الله سنة حميدة، كل شهر شهر ونص نلتقي في هذا المدرج للقيام بعملية التقييم. لا يخفى عليكم وأنتم أبناء القطاع تدركون جيدا أهمية هذا القطاع، وتدركون جيدا المكانة الاستراتيجية لهذا القطاع، وبالتالي يجب علينا أن نلتقي بشكل دوري معا، أولا لوضع النقاط على الحروف وتقييم ما يتم إنجازه في الأشهر السابقة، وتحيين الاستراتيجية التي ستكون في المستقبل. لا يخفى عليكم بأن برنامج الحكومة وبرنامج الوزارة الذي هو جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج أصبح الآن برنامج وجب التطبيق بعد ما حاز على موافقة الغرفتين، وأصبح يقع علينا العبء في 2020 أن نجسد هذه الأهداف التي سطرت وهذه الآليات التي يجب أن تجسد في الميدان، وبرنامج عملي تطبيقي وليس برنامج مكتوب بالأحرف فقط في أوراق، برنامج ملزمون بتطبيقه وتجسيده في الميدان. كلكم تدركون بأن المهمة ليست سهلة بل صعبة، لأنها تتعلق كما تعرفون جيدا بقطاع حساس، قطاع يقع عليه مسؤولية ضبط السوق وأخلقة الأسواق، قطاع يقع عليه مسؤولية حفاظ على سلامة وصحة المستهلك الجزائري، قطاع يقع عليه العبء على تطوير وتثمين المنتوج الوطني، قطاع ينتظر منه أنه يقلل فاتورة الواردات على الأقل في الشق الذي يقع العبء علينا، وأنتم تدركون جيدا بأن في سنة 2019 حوالي 900 ألف عملية استيراد تمت لمبلغ يقارب 16.5 مليار دولار، وهي عملية تتعلق بالبيع أونيتا، يعني عملية الاستيراد والبيع في حالها. وبالتالي كل هذه التحديات التي تقع علينا في نفس الوقت يجب أن نشجع التصدير، يجب أن نشجع المؤسسات الجزائرية والتجار وغير ذلك من المهتمين بعملية تصدير هذه المنتوجات إلى الخارج. لذلك سوف تكون لنا لقاءات دورية تقريبا كل شهر شهر ونص، وأستسمحكم لأنني دعوتكم بيوم السبت، وستكون لقاءات بيوم السبت، وأنتم تدركون أن يوم السبت هو يوم راحة لكم، لكي لا نؤثر على نشاطكم في الولايات، فكل اللقاءات تكون يوم السبت، وسمحونا ونطلبوا من الأهل تاعكم العوائل تاعكم يسمحونا، لأن المفروض يومهم، لكن لا غالب يعني باش ما نأثرش على سيرورة إدارتكم، خاصة لكم مهام صعبة جدا. فقط لثلاث نقاط تكلمها ثم تبدأ الأشغال في جلسة مغلقة. النقطة الأولى هذه سوف يقوم بها فيما بعد أبنائنا زملائنا إطارات الوزارة في الإعلام الآلي باش يقدموا لنا نموذج منظومة المعلومات التي تم صياغتها فيما يتعلق بالحليب. في هذه القاعة طلبت منكم أن تكون لي معلومات، والحمد لله يعني بعد أسبوع كانت لنا معلومات كافية شافية لكن ورقية. الآن سننتقل، وعندنا الآن تقرير تاع شهر جونفي واجد إن شاء الله، نقوم بتحيينه فقط وإرساله إلى السيد الوزير الأول يأخذ فكرة حول هذا المنظومة، حول المشاكل التي تعترض هذه الشعبة. لكن لشهر فبراير ستقومون بملء هذه المعلومات من مكاتبكم، لأن الآن عندنا منظومة إن شاء الله راح يشرحوها لكم فيما بعد الزملاء، وهذا انتصار كبير يعني لقطاع التجارة. مع العلم لابد يعرف المواطن أن قطاع التجارة مسؤول عن الحليب في التوزيع فقط، يعني كثير من الناس يتهمونا
كثير من الناس يطلبوا منا أشياء، لابد أن يعرف المواطن بأن وزارة التجارة مسؤوليتها هي الضبط، يعني مراقبة نوعية الحليب وطريقة توزيع الضبط. أما الأمور الأخرى فهي لهيئات غير وزارة التجارة، لكن رغم ذلك تحملنا العبء، تحملنا المسؤولية، تحملنا كل ما يقال في ظل غياب المؤسسات الأخرى، أننا فرضنا منطق التجارة أن هذا المنتوج لن يباع إلا ب25 دينار، ولن يباع إلا بالمعايير الصحية التي هي منصوص عليها قانونا. لذلك احنا في البداية قلنا للناس ما تقلقوش، وكلكم تعرفوا عدد الهائل من البيانات الآن اللي قدمنا بها الشكاوي أمام العدالة لعدة اعتبارات وعدة أسباب، لأن قلنا صحة المواطن خط أحمر ولن تتوانى وزارة التجارة في ذلك. وبالتالي أثناء أداء مهامكم كم تلاحظوا بأن تتساقط كثير من المؤسسات، تتساقط كثير من البيانات التي لا تحترم صحة المواطن، سواء من ناحية الغش والتدريس في نوعية المنتوج الذي يعرض للمواطن، أو مع الأسف الشديد ما نكتشفه يوميا باستعمال أشياء منتهية الصلاحية. ونقولها بكل صراحة، يعاب علينا أن لا ننشر. أنا قلتها في إحدى نشراتي، نحن ملزمون بعدم النشر الوثائق لأن هذه الوثائق مقدمة إلى العدالة. لو ننشر سوف يرى المجتمع بأن ما تقوم به وزارة التجارة هو صحيح 100%. وزارة التجارة أعضاءها كلهم محلفين، وبالتالي ما تقوم به كل هي أنشطة قانونية. أما الكلام هنا وهناك واتهام وزارة التجارة واتهام بعض المديريات باختراق القانون، فهذا كلام مردود، كلام باطل. كل ما قامت به وزارة التجارة من خلال مديريتها يتم وفق ما تقتضيه الشروط القانونية، يتم وفق ما هو منصوص عليه قانونا. وبالتالي ومن يقوم بهذه الأشياء هم موظفي وزارة التجارة محلفين، وبالتالي الأعمال التي نقوم بها لا تشبهها عيوب. أكيد في بعض الأحيان تجد هنا وهناك يتكلم يريد أن يرد الشبهة على نفسه، فنقول له الوثائق بين العدالة، والعدالة هي الفاصل وهي التي سوف تفصل في كل الشكاوي التي رفعناها. لأننا نحن بكل صراحة، أنا شخصيا لأنني لست ابن القطاع، اندهشت لحجم الاستعمال المفرط في بعض الأشياء في بعض الأحيان لأشياء يعني منتهية الصلاحيات. احنا نقول كيلو ولا زوج كيلو مش قناطير، يعني في بعض الأحيان بعض الملبنات تستعمل أشياء يعني مفروض أن هذه الملبنة لا تغلق مؤقتا، لأن كثير من الملبنات ما غلقناهمش خوف على تأثيرها على توزيع الحليب فقط. لو نطبقوا القانون كلها تغلق لأنها مست بأحد الأركان الأساسية والمتعلق بصحة المستهلك. وقلنا ونعود نقولها، لا يوجد شخص ولا توجد مؤسسة ولا توجد منطقة ولا توجد ولاية فوق القانون، كلهم سيخضعون إلى القانون وكلهم سوف يتقيدون بالشروط الواجب توفرها فيما يتعلق بحماية المستهلك. نحن هذا خط أحمر وهذا خط لا يمكن تجاوزه، ومنطلب من كل المؤسسات، لأن سوف تتم توسيعة نشاطنا وتدخلاتنا إلى جميع ما يتعلق بالأجرو أليمونتير بدون استثناء. إن شاء الله راح يكون عندنا برنامج كل المؤسسات التي تنشط في الأجرو أليمونتير، نقول لها من الآن يجب عليك أنك تتقيدي بالنظافة، يجب عليك أن تتقيدي بشروط سلامة وصحة المستهلك. لأن عندما تأتي إدارة التجارة في المستقبل سيكون قرار الغلق النهائي، سنقوم بعملية الغلق ولا نتوانى في أي شيء، لأن قلنا صحة المستهلك فوق أي اعتبار. يمكن نتجاوز بعض الأخطاء، يمكن نتجاوز بعض النقائص، يمكن نتجاوز بعض أحيانا بعض الأشياء التي تقع من هذه المؤسسات، لكن عندما يتعلق الأمر بمؤسسات أو بتجار أو بأي شكل من الأشكال يهدد صحة المستهلك، هنا هذا هو الخط الأحمر الذي لن نتجاوز نتائجه. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية فيما يتعلق برمضان، يخفى عليكم بأن وزارة التجارة يقع عليها يا شف دفين
يقع عليها عبء أنها تحضر شهر رمضان على أحسن ما يرام. وأنتم لذلك اليوم دعونا بالإضافة إلى مدراء الغرف رؤساء الغرف، لأنهما جزء لا يتجزأ في هذه الاستراتيجية. أنتم هنا مدراء ولائيين جهويين، مدراء غرف ورؤساء غرف مع الإدارة المركزية، سوف نعمل معا، لأن المواطن الجزائري من حقه أنه يجوز رمضان على أحسن ما يرام. المواطن الجزائري من حقه أنه لأول مرة في جزائر الجديدة أن يرى رمضان تاع التلاحم، أن يرى رمضان تلاحم بين المواطن والتاجر، لأن نحن لنا ثقة مطلقة، ثقة إن صح التعبير عمياء في إخواننا التجار، سوف يستجيبون معنا في هذا المنحة، أننا نستطيع بالإضافة إلى جميع الدوائر الوزارية الأخرى نستطيع أن نحقق المبتغى هو رمضان يعني بأقل تكلفة. قلنا من قبل ونعود نقولها، المواطن الجزائري مع الأسف الشديد عندما يلحق رمضان يعني يبدأ يحسب، حتى في بعض الأحيان كانوا الصحابة وكانوا السابقين ينتظروا هذا الشهر بشغف ويتمنوا وصوله، احنا العكس، ولينا مع الأسف الشديد المواطن يخاف هذا الشهر ويخاف وصوله ويخاف يقول لك ما يجيش لأنه ما يلحقش مسكين. لماذا؟ لأن في السنوات الماضية كان هذا الشهر شهر الجشع، شهر الغلاء، شهر يأكل اللحم بعضهم بعض وغير ذلك. نحن نريد بهذه المقاربة الجديدة بهذه الإجراءات بتعاون الجميع أن يكون شهر الرحمة، أن يكون شهر المواساة وشهر البيع، لأن البيع هو شيء مهم بالنسبة للتاجر، شهر البيع وشهر التلاحم والتآزر، ليس بين المواطن والمواطن فقط بل بين المواطن والتاجر، بين المواطن والمسؤول، أن يكون هذا الشهر يعني شهر تتكاتف فيه جميع الجهود تاعنا، تاعكم، تاع التجار، تاع جمعيات حماية المستهلك، تاع الإدارات الأخرى، باش يكون شهر الرحمة. النقطة الثانية كما أشرت إليها، الثالثة كما أشرت إليها، سيكون في ابتداء من اليوم إن شاء الله راح نكون ندير معكم برنامج حول تدخلاتكم فيما يتعلق بحماية المستهلك قبل شهر رمضان. تشوفوا يعني وش صبنا في البويرة، في البليدة، في عنابة، في كثير من المناطق، يعني إما هو تسيب وإما هي أخطاء وإما هي تقاعس منا. إدارة التجارة لم تكن تلعب دورها من قبل في أداء وظيفتها، يعني واحدة من هذه الأشياء. نحن سنبرمج معكم يعني تدخلات، كل مدير ولائي سيبرمج تدخلاته تحت إشراف السيد المدير الجهوي باش نراقبوا جميع المؤسسات التي تشتغل في قطاع التغذية، يعني لاغرو أليمونتير، على الأقل باش نضبطوا أن هذه المؤسسات تشتغل حسب المعايير. أكيد عندنا المخابر ومدراء المخابر موجودين هنا، عندنا المخابر لي الآن شغال أعتقد 29، لابد أن تفعل في شهر رمضان، من الآن إلى شهر رمضان لازم أن تفعل تفعيل حقيقي، هكذا على الأقل باش نقول المواطن يعني المنتوجات اللي عندك سواء كانت مستوردة أو كانت منتوجة تتعلق بصحتك نقول له كل هنيئا مريئا، نقول له لا تخف، لكن باش نترك الأمور على حالها كما هي الآن هذا غير مقبول، وغير مقبول مؤسسات ولن يسمح لها. نطلب من العدالة أن تكون صارمة، مؤسسات توكل للشعب أشياء منتهية الصلاحيات، مؤسسات تنتج أشياء للشعب بأشياء منتهية الصلاحيات. هذا قلت لكم خط أحمر لن يقبل تماما. لذلك أنا ناشدهم هذه المؤسسات قبل ما جئنا، ناشدهم أنهم يتكيفوا مع القانون، ناشدهم أنهم يدخلوا الصف، ناشدهم أنهم ينتجوا أشياء تتوافق مع الشروط الصحية، تتوافق مع ما هو منصوص عليه قانونا. احنا ما نش حابين مشاكل مع حتى واحد، وما نش حابين نغلقوا مؤسسة حتى واحد بما فيه المؤسسات العمومية اللي تشتغل في هذا الجانب. طلبوا منها أنها تتكيف، عندهم شهر في يدهم لأنها ستبدأ عملية الرقابة، لكن في نهاية المطاف عندما ندخلوا إذا لقينا مؤسسة لم تتوافق مع الشروط نقول لها سنطبق القانون بحذافيره حتى وإن أدت إلى غلقها نهائيا. لذلك رجاء من الجميع، ونطلب من الجميع إن شاء الله أن يكون في
هذه تطلعاتنا، لأن هذا الشعب الجزائري شعب كريم، شعب عزيز، لابد أن يقدم له أشياء تليق بمقامه، لابد أن تقدم له أشياء تحفظ صحته، لابد أن تقدم له أشياء بمعايير الجودة ومعايير الصحة كسائر خلق البشر، سواء كانت مؤسسات وطنية أو حتى مؤسسات أجنبية. وأنا قلت ونعود، لا توجد مؤسسة ولا يوجد شخص فوق القانون، لن نتوانى أن نضرب بيد من حديد كل مؤسسة يتسول لها أنها تلعب بساحة المواطن. وما يهمناش يهضروا في الفيسبوك، يهضروا في وسائل الإعلام، يهضروا وش يحبهم، نحن لا نقوم بذلك إلا بوثائق، إلا بأدلة، إلا بإجراءات قانونية منصوص عليها قانونا. النقطة الأخرى اللي أريد أشير إليها وأختم الأخذ هي قضية البطاقية التي أرسلناها إليكم، هذا شيء مهم جدا. وشاركنا في البطاقية مدراء التجارة سواء الولائيين أو الجهويين، وحتى إخواننا مدراء ورؤساء الغرف. هذه البطاقية عندنا 6 أشهر في يدنا، عندنا 6 أشهر في يدنا فقط. أكيد أرسلناها لكم تقوموا بإعدادها يعني كما نقول ورقيا، لأن الجماعة تاع الانفورماتيك راهم يشتغلوا على لوجيسيال، لأن كانوا يشتغلوا على لوجيسيال تاع الحليب عندما انتهينا منه، الآن يشتغلوا على لوجيسيال عندما ينتهي سيتم إرساله لكم. لكن راح نطلب منكم، وهذا تكون تحت دائما متابعة السيد الوزير المنتدب للتجارة الخارجية، راح تقدموا له كل شهر ليطا دافونسمون، يعني ما هو الأشياء اللي قمتوا بها. يعني لازم كي نكون 6 أشهر تكون البطاقية واجدة كاملة فيناليزي كما احنا نقولوا باللغات 3 عربية فرنسية إنجليزية، ستوضع تحت تصرف الجميع، لأن على أساسها يتم بناء استراتيجيتنا فيما يتعلق بالصادرات والواردات. قلناها ونعود نقولوها، لا يتم استيراد ولا منتوج إذا كاين إنتاج كافي في الجزائر، وإذا خليناه يتم استيراده راح نطلعوا له الدابس، راح يكون بشكل كبير. نحن مطالبين بحماية منتوجاتنا، احنا ما تهمنا حتى دولة، ما يهمنا حتى منتوج، احنا وش يهمنا الجزائر ومنتوجات الجزائر وما يرجع بالنفع المواطن الجزائري. إذا لقينا باللي منتوجات عندنا لكن غير كافية سيتم استيراد ما يكفي فقط. لذلك هذه المهمة اللي عندكم مهمة ضرورية، مهمة لابد تعطوها الأولوية. يعني كل مديرية مع الغرف تشكل فوج هو يقوم بهذه المتابعة، وكل شهر خلوهم عندكم عندما يوجد نظام الإعلام الآلي المتعلق بهذه البطاقية. إن شاء الله في المرة القادمة يعني قبل رمضان راح نتلاقوا مرة أخرى نقيم وش درتوا تحضير لرمضان، وراح نعطوكم إن شاء الله هذه البطاقية إذا الإخوة تاع الانفورماتيك كانوا أون فورم، باش هكذا على الأقل بتقولوا من مدنكم من ولايتكم تبعثوا لنا هذه المعلومات. لأن قلت لكم أعطيت لنا 6 أشهر من طرف السيد الرئيس، ونعطيكم 5 أشهر، لأن على الأقل يكون عندنا شهر باش نراجعوها نشوفوها وغير ذلك. يعني من منذ أن جاءكم الإرسال من عند السيد الأمين العام أحسبوا فيتكم سموة، ما تباكلوناش الخدمة، لأن فيما بعد يتضح إذا فيه مؤسسات أخرى موجودة في الولاية عندكم ما عطيتوها ناش سيقرب، لأن هذا نشاط وطني، ما تقومون به هو سيحمي الاقتصاد، سيحارب الاستيراد العشوائي، سيحارب التضخيم في الفواتير، سيشجع المنتوج الوطني، سيشجع المناصب العمل الوطنية، سيحمي المنظومة الاقتصادية الوطنية، بل بالعكس سيكون حافز ودعم لكثير من الذين يقومون بعمل التصدير الآن أن يتحولوا إلى منتجين كما رانا نديروا في اللحم. جمعناهم وفهمناهم المستوردين وتفهموا الوضع وسيتنقلون معنا، لأننا سننتقل في الأيام القليلة القادمة للأربع ولايات الجنوبية تندوف أضرار تمرست وإليزي، يكونوا معنا باش يربطوا الشراكة بدل ما يروح يستورد من الهند ومن شعب من أي بلد آخر،
يطلع الحمتة خوته اللي موجودين في الأربع ولايات الجنوبية، وهكذا نحقق أمرين: نزل فاتورة الاستيراد، لأن سنذهب بعد سنة سنتين إلى منع استيراد ولا كيلوغرام لحم الخارج، ليس في 2020، لأن 2020 في استحقاقات، في اتفاقية تم إبرامها، وفي رمضان على الأبواب رح نزيره غب شوية، لكن في 21 ويمكن 22 سنمنع منع بات، لأن ما هو موجود من مختلف اللقاءات اللي درناها مع الموالين ومع هذه الشعب، ومختلف اللقاءات اللي درناها مع وزارة الفلاحة، ومختلف اللقاءات اللي درناها مع المستوردين، يتضح بأن عندنا منتوج كافي لتغطية متطلبات استهلاك المواطن الجزائري. فيه بعض العراقيل، في بعض التنظيمات، في بعض دخلاء داخلين أغوش أدروات، نحاولوا بالتعاون مع وزارة الفلاحة أن نقضي على هذا المتدخلين باش يتصفى السوق، باش 48 ولاية تصبح تدفع لحمها إلى 48 ولاية أيضا، وبالتالي نحقق المبتغى، سعر تناسبي يتوافق مع قدرة الشرائية المواطن ويتناسب مع الموالين، سعر كما قلت كميات موجودة، على الأقل نغطي احتياجاتنا، ولما لا نفكر في عملية التصدير، لأن حسب ما أعطيت لنا من أرقام يعني ما هو موجود في 48 ولاية يكفي ويمكن يكون فائض ويتم تصديره. لذلك فأعتقد بأن هذه النقاط اللي أردت أن أتكلم معكم أمام الصحافة، لكن فيه نقاط أخرى تقريبا دونت عندي 12 نقطة هنتكلمها وحدنا، لأنها تهم قطاعنا، تهم كيف نعصر قطاعنا، كيف نؤدي وظيفتنا على أحسن ما يمكن. لكم تشوفوا الشعب مسكين يكتب لنا ديفوا، عنده مشكل في السكن يكتب لنا، عنده مشكل في عنده وزارة يكتب لنا، بدأ يثيق مرة أخرى في هذه الوزارة، وأنتم سبب هذه الثقة، عندما يشوفوكم تدخلوا، عندما يشوفوكم ما تخافوا لا إكس ولا إجراك، عندما يشوفوكم أن مؤسسات كبرى كانت تهاب تتحضر أسمها تصبح محل غلق ومحل متابعة قضائية وغير ذلك، هذه الثقة لابد ترجع للمواطن، هذه الثقة لابد ترجع إلى الشعب الجزائري بأن وزاراته هي وزارة تشتغل لصالح المواطن، مش المواطن يشتغل لنا، احنا خدامين عنده، وخدمتنا هو أن، وأنا قلت ونعوده، خدمة المواطن الجزائري شرف ليس بعده شرف، إذا حبك ربي عز وجل يقيدك باش تكون خادم لهذا الشعب الكريم، وانتم المولى عز وجل اختاركم كمدراء كوزراء كمسؤولين باش تقوموا بهذه الوظيفة السامية، لكن وظيفة خدمة الشعب، وظيفة خدمة الشعب، احنا اخترنا ان نخدمه في جانب اكله، في جانب شربه، في جانب معيشته، وبالتالي اعتقد انها وظيفة سامية، وظيفة نتشرف القيام بها، وظيفة يجب القيام بها إلى أحسن ما يرام. وبالتالي عندما تصبح ما هو موجود في أسواقنا مطابقة للمعايير، ما هو موجود في أسواقنا يحمي صحة المستهلك، هذا شرف ليس بعده شرف، وهذا شرف يرجع لكم أنتم أولا ثم إلى الإدارة المركزية ثانيا. أنتم أعيننا، أنتم أداتنا، أنتم آلياتنا في الميدان، وقلتها لكم ونقولها لكم، لا يوجد شخص ولا توجد مؤسسة فوق القانون، أخدموا أي مشكل أراني هنا، القانون الجزائري يحميكم ويحمي موظفيكم، وأي تعدي عليكم هو تعدي على الوزير شخصيا وتعدي على الوزارة ثانيا، كانش كل الأبواب مفتوحة، ما تظلموش فقط وما تحقروش فقط، طبقوا القانون، طبقوا القانون، طبقوا القانون، طبقوا القانون، لا توجد مؤسسة ولا يوجد شخص فوق القانون، اجعلوا نصب أعينكم خدمة هذا المواطن، اجعلوا نصب أعينكم كيف تسهرون على تقديم، لأن احنا ما ننتج مع الأسف الشديد، احنا وزارة مسؤولة على الرقابة والضبط، وبالتالي سنقوم بالتعاون مع الوزارات الأخرى اللي تنتج بضمان أن هذه السلع وهذه الخدمات التي تعطى للمواطن تكون مناسبة لما هو منصوص عليه في القانون، وتكون مناسبة لما هو منصوص في الجانب الصحي،
لذلك احنا في برنامجنا سننشئ وكاله للصحه الاستهلاكيه، راح يكون فيها معنا جماعه وزاره الفلاحه، راح يكون معنا جماعه وزاره الصناعه، راح يكون معنا جماعه وزاره الصحه، راح تكون هذه الوكاله تسهر على ضبط كل الاشياء. الرئيس اعطانا اوامر صارمه اننا نضع في كل ميناء في كل بوينت دونتر الجزائر مخبر، ونحن الان نشتغل على شراء مخابر متنقله باش تكون في كل ميناء. يعني قلنا ونعاود نقولوها، في هذه الخمس سنوات تعهدنا بان ولا منتوج مستورد او منتوج محليا يدخل السوق الجزائريه الا بالمعايير الصحيه اللازمه. اذا دعت بابور كومبلي رجعوه، اذا دعت مصنع نغلقوه. نقولها لهم من الان للمستوردين، ونقولها للمنتجين، زمن ادخال اي شيء، زمن ادخال اشياء منتهيه الصلاحيات، زمن ادخال واعطاء للشعب الجزائري ياكل اشياء كما احنا نقولوا بيريمي منتهيه الصلاحيات، لقد ولى الان مطالبين مع مدراء عندنا الان 38 او 29 مخبر، وان شاء الله سنستلم 12 فيما بعد 13، راح يولى عندنا 45 مخبر زائد المخبر الوطني الانو زائد المخابر المتنقله التي سنقوم بانجازها تطبيقا لاوامر السيد الرئيس في الميناءات. راح يكون عندنا ما شاء الله 50-60، لن يسمح بعد الان بعد ادخال كل هذه الترسانه في 2020 و2021 و2022 المواطن ياكل اشياء بيريمي مصنوعه من اشياء بيريمي. وسنطالب بتغيير القانون في التجريم، ونطالب ونحن بصدد ان شاء الله مع وزاره العدل مع السيد الوزير الاول باش نغيروا القانون وين يجعل استعمال الاشياء البيريمي او بيع الاشياء البيريمي للمواطن جريمه وليس جنحة، جريمة يعاقب عليها القانون. لأن السيد اللي يعطي الشعب أشياء بيريمي يوكلها له يدير له الكونسير ومش عارف يدير له انتوكسيكاسيون ولا يقتله، بالنسبة لي مثل القاتل، كاش فرق كبير. لذلك سنحاول تعديل القانون وتغييره باش نجرم هذه الأشياء التي ترتكب تصبح ليست جنحة وليست مخالفة بل جريمة يعاقب عليها القانون. لأن صحة المواطن كما أشرت خط أحمر. أنتم راكم تشتغلوا ونحن من وراءكم حاميكم، من وراءكم مساندينكم، حتى واحد كاش تليفون. أنا عيطت المدير قال لي يمكن يديروا عليا بريسيون تليفون، اللي عيط لك بالتليفون أعطيني اسمه شكون؟ أنا نديبوزي به بلانت، كاش تليفون. لا تخضعون لأي سلطة في هذا الجانب إلا لسلطة الوزير. ولا مسؤول عنده الحق يتدخل معاكم، ولا مسؤول يهتف لكم، انا المسؤول الاول. عندكم كارت بلانش فيما يتعلق بصحه المواطن. المؤسسه التاجر اللي تلقاوه يتجاوز في صحه المواطن روحوا مباشره الى العداله، ما تسقسوني، ما تدوا رايي، ما تسقسوا الامين العام، ما تسقسوا الوزير المنتدب ولا اي شخص، مباشره قوموا بوظيفتكم. عندما تكملوا، عندما ديبوزو بلانت عند وكيل الجمهورية، روحوا لوسائل الإعلام أفضحوهم، علموا المواطن وش هو ياكل، خلي المواطن يعرف. عندما ديروا إجراءاتكم القانونية وتكملوا وديبوزو البلانت عند وكيل الجمهورية، المرحلة الثانية هي الذهاب إلى وسائل الإعلام، أذكروا وش كاين، ما تزيدوا ما تنقصوا، ما تزيدوا ما تنقصوا. هذا ما هو مطلوب منكم وهذا ما نرجوه منكم ان شاء الله، على الاقل اذا وصلنا في 2020 نهايه 2020. لذلك انا اشكركم مره اخرى على انكم جيتوا يوم السبت في يوم عطله لكم، واشكركم مره اخرى على المجهودات اللي بذلتوها، لان حققنا معكم فيما يتعلق بالحليب نتائج كبيره ورائعه جدا. اكيد المواطن ما هوش يشوفها بزاف لكن احنا نشوفوها. اشكركم مره اخرى على تفانيكم وعلى تقديمكم الصورة النمطية الجيدة لوزارة التجارة، لأن هذه الوزارة كانت تتهم باتهامات كثيرة،
الآن أنا نبين لهم باللي هذه الوزارة فيها رجال، وهذه الوزارة فيها الناس المؤمنين، وهذه الوزارة فيها المخلصين، هذه الوزارة فيها ناس يدافعوا على صحة المواطن. أكيد في العهد البائد كان ضغوطات وغير ذلك، الآن في الجزائر الجديدة لا ضغوطات، لكم ورقة بيضاء في العمل، لكم ورقة في بيضاء في محاربة هذه التصرفات لا أخلاقية فيما يتعلق باستعمال أشياء المنتهية أو غير ذلك. أشكركم مرة أخرى. إذا السيد الوزير عنده كلمة يتفضل، والسلام عليكم.